الصندوق راح ينزل بعد 5 4 3 2 1. اوه دغري في اللعبه. السلام عليكم يا اصدقائي في قناه ام كي ليجندز. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد، واليوم راح نفتح البطل دوغ. مثل ما تشوفون امامكم بالشاشه، طبعا دوغ نزل اذا شفتوا بالمقدمه كان بقي مستوى انزل، وحاليا هو موجود بالستار وراح نقدر نسوي له سويتش ان شاء الله ونفتح. بس خلينا نتاكد انه يصور. اوكي تمام يا شباب، راح نفتح دوغ ان شاء الله هسه، فخلينا نشوف شو راح نسوي له سويتش يا شباب. اوكي ليتس جو يا اخي، دوغ نزل باللعبه ولا انسى نقوم بالسويتش. دوغ ستوري ليتس جو. شباب حاليا راح نسوي له سويتش 193 كريدت من باي، راح نوديه الدوغ يا شباب. وهسه ايش راح نسوي يا شباب؟ راح نبدي نجمع الكريدتس من البرول باس. اني اذا شفتوا بالحلقه السابقه من فتح برول باس كورديليس اللي هي كانت يوم الخميس راح، انا بقيت كم كريدت او الكريدتس اللي برول باس ما صرفتها على مود دوغ. فيلا شباب راح نسوي لها هسه، يعني احنا ناخذهن اوكي، بس راح اسرع لكم شوي الفيديو حتى ما نتاخر، فاستمتعوا. اوكي شباب حاليا بقالنا اوكي خلصنا كله، بس راح ناخذ هنا مرتين، راح ناخذ بس وراح تكفينا. اوكي ليتس جو، عربي بقى كريدت يعني يا اخي. ليتس جو شباب، فتحنا دوغ بنجاح. ليتس جو شباب، احنا من اوائل الناس اللي حنحصل دوغ. فشباب ان شاء الله اليوم راح نحاول نفتح دوغ، عفوا يا نفتح دوغ تو نفتح. فشباب اليوم ان شاء الله راح يعني دوغ راح نمكس ان شاء الله، وان شاء الله راح نجربه ونشوف هل هو قوي له ولا لا. اوكي يلا شباب بسم الله الرحمن الرحيم، واذا خلصت الفلوس ان شاء الله راح احصل كم فلوس بعد عندي. يلا بسم الله ليتس جو ليتس جو شباب، ليفل ماكس باور 11. بس شوفوا هسه الفلوس صارت 2500 يا شباب والباور بوينت. فيا شباب خليني اوقف التصوير لحظه، احصل اشوف الاشياء اللي اقدر احصلها كفلوس باور بوينت من الماستر بوينت والكلب ليج ونرجع لكم. اوكي يا شباب حاليا اشتريت بعض الفلوس من الكلاب ليج، وصار عندنا حاليا 7539 كوين، وهيج راح يبقى لنا تقريبا 1500 هيجي. فيا شباب راح ناخذ الجادجت والستار باورز الافضل حسب اللي شفناه. شباب الجادجت اكو جادجت يهيل، لكن الثاني راح يدمج. واعتقد شباب الهيل موجود، يعني كهيل اعتقد موجود، فراح ناخذ الجادجت مال دمج اعتقد، بس مالين هم راح تفيدنا شباب. بس خلنا ناخذ جادجت الدمج اللي راح تفيدنا، فناخذ جادجت الدمج يا شباب بما انه احنا راح نحتاج دمج اكثر ولس جماعه يعني. اوكي فشباب بس راح ناخذ الجيرات شباب، اعتقد راح اخذ جير السرعه، ما اعتقد راح احتاج، راح اخذ جير الدرع حتى الهيلث مالتي يكون كلش عالي، هو هيلث بالليفل مالت 7200 تخيل ويا جير الدرع، وراح اخذ جير دمج اعتقد هذا اني يعني هو ناس راح ياخذون. تمام فهسه شباب كملنا دور، وطبعا يا شباب حاليا بعد ما مكسني دوغ بالباور وطورناني في الماكس وسوينا كل هالاشياء هسه راح نفوت جيم ونحاول نجرب. طبعا شباب راح تشوفون شنو هو يا محمد، مو كان 0 كي صار 74 كي. شباب خليني اوضح لكم، طبعا اني صورت فيديو ولعبت بي ولكن خسرت بي اغلب اليوم يعني نتعلم. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل يا رب هذا اللوبي بي كامل دوغ، تخيلوا يعني تخيلوا بي لوبي كامل، يعني لوبي كامل بي دوغ. اوه ماي جاد والله تكرر يا شباب. اوه ماي جاد لوبي كامل دوك بس هانك وحيد خطيه. اوه ماي جاد شباب لا شوف النت علق، بدا يعلق النت شباب فالجادجت والله النت علق شباب يا اخ والله النت علق افلت. اوه ماي جاد شباب شنو هاي؟ اوت مو موجود. اوه عندي 4 لا اوه ماي جاد اوه ماي جاد والله انشقينا. فشباب واخيرا دخلنا على جيم برول بول، حرفيا البرول بول كلش قليل هسه من تسوي ماتش اب ما ادري يطلع لنا جيم حرفيا، اعتقد كلهم راحوا على السولو مثل ما شفتوا اللوبي كله مليان دوك. فشباب بس خلينا نلعب جيم برول بول، راح نروح نرجع على السولو. تمام شباب حتى شويه نحاول ماخذ نفس الجاجت مالي شباب تتخيلون وشقني. اوكي البريمو يلا اي عافيه. اوكي شباب موجودين حلوه اخذه ابلع
اوكي اوكي جولد اور شباب ليتس جو. وات شفتوا حرفيا النت اوكي اوكي بعدين عايش تعال ابلع افلت 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 اوكي اوكي دمج دم خوش دمج شباب بس نبدا يعلق شوي. يلا يا اخي كورير اسكت لي ايه ابلع لا يا اخي ما ادري النت دا يعلق لو اعتقد النت علق لان شفته في ضربه شلون باعوا ايه شكرا لك اوكي اي جولد شباب ليتس جو ايزي وين ترى النت يعلق الحمد لله شباب الحمد لله حتى النت علق نفسنا اوكي انطيني اللايك واشترك حتى نوصل 500 مشترك بسرعه فشباب الحمد لله وغير دخلنا جيم ثاني برول بول الحمد لله او ماي جاد او ماي جاد شباب ثلاثة دوق ليتس جو احسن جيم والله يستاهل التضام ليتس جو شباب ابلع تعال ايوه ايوه شباب شباب اه او ماي جاد يا اخي شنو قصة الشباب شباب صدق تحجون اوه شقيتهم ليتس جو عيش 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 اوه تعال ابلع لا هاي دا يصير اوه ماي جاد نت يعلق يا اخي شباب والله النت جاي يعلق وبنفس الوقت اوه ماي جاد حرفيا شيء خرابي تعال اوه ابلع اخ والله شقنا فوت بي يلا احمد لا يا اخي لحقوه اوكي اوكي خلاص شباب اظننا متفوقين بس اعتقد اننا ظننا كلهم ليفل ماكس ايه شباب ضدنا كلهم ليفل ماكس حرفيا لا هو احنا كنا ليفل ماكس شباب اوكي اوكي وانا ستار بلاير شباب تتخيلون يعني اوكي فشباب يلا ننهي هذا الجيم اوكي خلينا ننهي هذا الحلقه بهذا الجيم والله جيم خرافي يا شباب لين اخلص الفيديو الحمد لله جربنا دوغ وكانت تجربته جدا ممتعه وخاصه هذا الجيم الاخير اللي لعبنا به ثلاثه دوغ ضد ثلاثه دوغ تتخيلون ثلاثه دوغ ضد ثلاثه دوغ شيء كلش اسطوري فيا شباب اذا تحبوني كانوا عملنا فيديو تريدون ننزل اكثر لا تنسوا تحطون لايك حتى نستمر واذا كنت جديد على القناه تنسوا تشترك بالقناه وتفعل الجرس حتى لا يفوتك اي فيديو من فيديوهات رهيبه نشوفكم على غير فيديو واستمتعوا ببرو ستارز وبالبطل الجديد دوغ ومع السلامه.